رحمة الله وبركاته، هتكلم معاكم النهاردة عن خلق من الأخلاق العظيمة والفضيلة بحياتنا، وهي الأمانة. فالأمانة من الأخلاق العظيمة التي أعلى الله تعالى من شأنها، حيث قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فإن انتشر خلق الأمانة بين أفراد المجتمع وعما بينهم، فإن ذلك سيؤدي إلى تماسك المجتمع وقوته. وعلى عكس ذلك، فإن انتشرت الخيانة بين أفراد المجتمع، فإن ذلك سيؤدي إلى هلاك المجتمع. وللأمانة أنواع عديدة، فمثلا سمعك وبصرك ولسانك ويدك وقدمك، كلها أمانات، وعلى العبد الحفاظ عليها واستخدامها فيما يرضي الله. كذلك كل عمل تؤديه كبير أو صغير أمانة، وعدم الغش في البيع أو الشراء أمانة. الودائع التي تحفظ عندك من جار أو قريب أو صديق أو من ائتمن أو من ائتمنك أمانة. وخير ما أختم به حلقتي قول رسولنا الكريم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وبكده تكون انتهت حلقتي لهذا اليوم. انتظروني الحلقة القادمة. مع السلامة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.